بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بالجميع في قناة ليندا ياسمين للطبخ. نتمنى تكونوا كامل بخير وصحة جيدة إن شاء الله. الوصفة تاع اليوم وصفة هايلة وبزاف بنينة ومقاديرها بسيطة جدا ونحضروها ثمثم. هي طبيخة بدنجال بالحميصة بدون لحوم، وصفة ما شاء الله عليها. تبعوا معي الفيديو للنهاية باش تشوفوا كامل تفاصيل تحضير هذه الطبيخة. ما تنسونيش إخواني أخواتي بلي جام لا فيديو وأبوني القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد فيديوهاتي. ومباشرة إلى المقادير وطريقة التحضير فرجة شيقة. بسم الله، دوك نعطيكم مقادير تاع هذه الوصفة. عندي هنا كيلو باذنجان، كل واحدة دير على حساب واش يكفي العائلة تاعها. نحتاج حميصة تكون طيبة، حبة طماطش كبيرة تكون مسكرفجة مع نص راس تاع الثوم. نحتاج الحار لمحبي الحار طبعا. والتوابل عندي فلفل عكري، عندي شوية كمون، شوية راس الحانوت، فلفل كحل، ملح والزيت. دوك انا رايحة ننقي الباذنجان، انا نخليه ديما اللخر باش هكذاك ما يولي ليش كحل. اللي تحب تخليه بالقشرة ولا اللي تحب تقشرو تاني كيف كيف. انا رايحة نحيلو القشرة ونقطعو كاع قطع صغيرة، من بعد نولي ليكم ان شاء الله. نوليك دوك بعد ما كملت نقيت كامل الباذنجان قشرتو، نحيت له القشره، نقطعو هكذا بهذا الشكل قطع صغيره كيما راكم تشوفوا. نوليك بسم الله، دوك في طنجره رايحه ندير حوالي 3 حتى 4 مغارف تاع الزيت. بسم الله، قلت لكم عندي هنا حبة طماطش كبيرة ونص راس تاع الثوم راح نديرو تقلى. يعني هذه الطبيخة سهلة التحضير بالخف، توجد والباذنجان كما نعرفو يطيب بالخف. يعني وصفة نقدرو نحضروها ثمثم، غير يتقلى شوية الثوم مع الطماطش، نديرو الباذنجان اللي تقلى هكذاك معاه. دوك الباذنجان هاوليك ما رايحاش نقليه، رايحه نديرو هكذا يطيب في لاصوص هذه بلا ما نقليه. هكذا تكون الوصفه تاعنا باذن الله وصفه صحيه وتوجد ثمثم. نعرفوا الباذنجان كي نقليوه يرفد بزاف الزيت. هذه الوصفه ما رايحش نقليه، راح نطيبوه هكذا يتقلى هكذا مع الطماطيش والثوم. دوك راح نزيد له التوابل، صدقوني راح تحصلوا على وصفه ولا ارواح. نزيد راح ندير التوابل اللي هما فلفل عكري، عندي شويه كمون، شويه راس الحانوت، شويه فلفل كحل. هكذا يتقلى الباذنجان في هذه التوابل وراح يجينا بنين بنين ما شاء الله. نزيد الملح، هكذا غير الماكين مرقو يتقلى مليح قبل الباذنجان. بعد كي نمرقو ندير له الحميصة، عطاش راهي طيبة والباذنجان ما حشي تاع الطياب تجي سوا 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 سوا. نخلي هكذا على نار قليلة يتقلى واحد 5 دقايق، من بعد نكملو الوصفة تاعنا ان شاء الله. رايحة ندير شوية تاع طماطيش مصبرة هكذاك، نص مغرف تاع طماطيش مصبرة، نسيت ما درتوش بما انو درنا تاع الحبة، ديرو غير شوية اقل من نص مغرف يكفي.
يا سلام على ريحتها تشهي ما شاء الله، ريحة الثوم والكمون روعة. بوكي تقلالي مليح الباذنجان مع التوابل، رايح نضيف الحميصة. هكذا ضربة بسرعة، ما تقلي الباذنجان ما والو، ديري كل شيء طيب هكذاك. انا نحاول اني نعطيكم وصفات سهلة وسريعة للتحضير وتجي صحية ايضا. تدير راس تاع الحار، اللي يحب الحار يجي هكذاك في الطبيخه تجي حاره، يقطع هكذا شويه فلفل خضر يتقلى هكذاك مع الباذنجان، اللي ما يحبوش يديروه كان هكذا، اللي يحبوا يديروه في الطبسي تاعو. بكره راح نمرق بشويه تاع الماء، ما نديروش بزاف غير شويه، خاطرش الباذنجان كما قلت لكم يطيب بالخف، صافي ما يسحقوش بزاف الماء. بسم الله هكذا نشوف كاس كاس ونص يكفي. كذا نزيد شوية برك هكذا يكفي، بس كاس ونص تاع الماء يكفي لهذه الكمية طبعا، ولا درتو كمية أكبر ديرو قيس زوج كيسان هكذا. دوك نخلي الطبيخة تاعي طيب على نار قليلة، من بعد كي طيب نعاود نولي لكم إن شاء الله. هكذا دوك خلاص الطبيخة راهي طابت والباذنجان راهو طاب، يعني في وقت قياسي 20 دقيقة وراهو طاب زبدة ما شاء الله. دوك المرقة هذيك راهو تشربها كامل، خليت له غير شوية هاولي كيما راكم تشوفوا. دوك رايحة نزيد له رشة خفيفة تاع فلفل الكحل، ندير له شوية معدنوس هكذا ونطفي عليه خلاص. نولي لكم فيما بعد باش تشوفوا الوصفة في طبق التقديم إن شاء الله. هاي ديك ذوق طبيخة تاعنا في صحن التقديم راهي تشهي بالحار ما شاء الله، وجات بزاف بنينة وهايلة، ووصفة نحضروها تاع من بان الساعة تكون الوجبة تاعنا حاضرة. نعرفوا الباذنجان طيب بالخف يعني 15-20 دقيقة يكون طاب، يعني هذه الوصفة اللي ما عندهاش الوقت تم تحضرها. خلوا الباذنجان حتى يطيب هكذا الزبدة الله يبارك، شوفوا كيفاش راهو مع الحميصة لازم تكون طيبة هكذا. كنت حصلوا على وجبة ما شاء الله وبزاف بنينة وصحية أيضا، بما أنه ما قليناش الباذنجان درنا كلش طاب هكذا، تقلى مع الثوم والطماطيش والكمون وريحته ما شاء الله. ما تنسونيش اخواني اخواتي، ولا عجبتكم لا فيديو ديروا لي جيم وابوني القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد فيديوهاتي، والى الملتقى مع فيديو اخر من فيديوهات ليندا ياسمين للطبخ.